وسهلا بكم مع أبونا شمعون ليعرض علينا قائمة الأفعال الأشورية بالتسلسل الأبجدي. أبونا أهلا وسهلا بك، كلنا نشوف في بجعبتك. شكرا أستاذ سامي، شكرا أهلا بك وبكل المتابعين. أشوفكم النص ظهر عندك. كل شيء حلو. أوكي، فإذا كنا نحن انتهينا من حرف القاف في الحلقة السابقة، وفي هذه الحلقة نبدأ بالحرف التالي وهو حرف الراء، ريش. ريش عندنا بالمناسبة 3 حروف باقية، ريش شين تاو، راح نخلص. أيوة، فحرف الريش يبدأ أول كلمة فيه هو أول فعل رائس، ريش ألف سين رياسة، رائس رياسة رشة يرش، مريس مريوس رششة، لمن يرش ترش الأشجار والمزروعات يقول رص مريس. أوكي، رائب ريابة، ريش على بي رائب ريابة، رفرفة حلقة. وانظر أيضا عندنا ربرب، ربرب رفرفة، شوف مثل عربي ربرب، ورائب أيضا رياب. وريبة عندنا مثل نقول كل طيرة بريبة، لما واحد يقول مثلا يطلع عن ال عن ال عن ال عن السرب بتاعه يقول بطلع من ريبة ديو، ريبة يعني سرب، يقول كل طير في سربه جيد، هو كل طيرة بريبو شابيرة لأخوه. أوكي، رائب رياب جاي من هون، رائب رياب رفرفة، فريبا يعني سرب. رائق رياقة، ريش ألب قوب رياقة بصقة تفلة. أيوة، راوي رواية، راوي بالباء الملينة أصلها رابي، راوي رواية كبرة نما عظمة، فمن هون تجي رابي وربا يعني الكبير، يا كبيري، راوي روايا ربي ربوي ربا. مروي مروي كبر عظمة، وعدنا مرادف إلى جروس، جروس جروس جروس، هو الاسم هو جورا، جورا يعني كبير، وربا أيضا راوي روايا ربا يعني كبير. راقد رقادة، ريش جمل دلات، راقد رقادة ارتجفة. مرقد مرقودة أرجفة أفزعة، جعله يرتجف. عندنا أيضا مرادف رترت، راح نجي عليها رترت رتروت. راقم، ريش جمل ميم، راقم رقامة رجمة، تشبه العربي بدل جيم جيم. رغرغ، رغرغ ريش غمل، ريش غمل رغرغ رغروغ اشتهى، وعندنا مرادف أيضا شهوت، شهوت رغرغ رغروغ. راغش، ريش غمل شين راغش رغاشة أحسة شعرة. شوف أستاذ سامي، أنت دا تلاحظ بأنه نحن طبعا الحروف على أبقتها وأبجتها وأبقتها هوس، حطي كل من صعب أسقرشت، هذه الغين والجيم هي تجي في عداد الجيم الجمل، تمام، والشاب وال وال وال, وال, وال والشاب والكاف الملينة خاب تجي مع الكاف لأن أصلها كافية، هذه يعني نسخة أو يقولوها لغية، لغية فيها يعني منها طالعة، يعني نسخة منها، لكن هي نفسها، فلذلك ما تكون في صف آخر، يعني تجي بالضبط في مكانها. يعني على سبيل المثال عندنا راغش
جتراجم هو جيم بعد الراء الجيم بعد الراء رغرغ غاجتي في نفس الـ يعني الـ الصف أو في نفس المرتبة، أوكي؟ وراغش نفس الشيء. يعني الغين مو مكان آخر، هي مع الجمل، مع الجمل. أوكي، راغش رغاشة أحس شعره. ريش غمل شين غاشة أحس شعره. الرادي رادي ريش دلد ألب ردايا سلك سارة. أكو عندنا رادي رادي بالدال نضخمها وعين لأنه بعدها رادع، هي رادي هذيك يعني يرضى. أما هذه رادي ردايا سلك سارة مرديتا سلوك، يلا نقول سلوكه كيف هو مرديته، مرديتا ديك ما هي اسمها سلوكه كيف هو مرديتا رادي مردي مردوي هذب أدب. شوف راد رداي سلك سارة مردي مردوي هذب أدب، ومنها تجي مردوتا يعني ثقافة، مردوتا نحن ثقافة، مردنا مثقف، مردوتا تجي كلها من هاي من هل 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 الجذر هذا رادر داي. رادخ ريش دلت خيت رادخ رداخة غلية، وأيضا عندنا راتخ من بدل دال تاو تستعمل أيضا راتخ أو رادخ. مردخ مردوخة مردخ هي المتعدي بتاعه يعني أغلى يجعله يغلي. أوف 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 هذه دائما ليش الألف جاية إيه. أوكي رادخ مردخ مردوخة أغلى يجعله يغلي. رادع شفت رادع رادع رضاء رضية. مرد مردوء أرضى أرضاه مرضن أرضيته. رادب رادب ريش دلت بي بالأرام يصل ردابا اضطهد طارد. رادب ردابا ردوبيا هي اضطهاد ردوبيا رادب ردابا. رد رد ريش دلت ريش دلت رد 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 رود رقع يرقع رد رد لآها آها صدر رد رد لآها يعني هذا القميص رقعه رقع يرقع رد رود. راه ريش هي ألب راه أرامية رهايا يعني راقب رصد راه رهايا. راوي ريش واو ألب شوف هنا قلنا راوي ريش باء ملينة ألب كانت كبرة نما، إنما راوي ريش واو ألب رواية سكرة. وعندنا عندنا نوع من الغناء يسمى راوي يعني من القصائد من ال شو ال ال ال, ال, ال شو يسموه الشعري يعني وزن شعري خاص يسمى راوي قديم هو كلش راوي. ليش؟ لأن كان دائما يعمل يقولوا لما كان يسكرون يعني قاعدين في سكر في مجلس سكر يقولوا هذه راوي. فاسم اسم نوع من الغناء هو ونوع من الشعر أيضا هو طبعا كله عن الحب وما حب في عنده الحب والعشق يعني والحرب. هذا راوي هذا نوع الغناء وعن عن العشق وعن أيضا الحرب يعني كل المآثر الحربية هيك سووا هيك صاروا راحوا يعني طويل يكون مرات يمكن 20-30 بيت يعني. أبونا هل منها جت كلمة رؤية هذا مثل النبي اللي موجود في التوراة رؤية جايز لأنه كان دائما سكران. أها إيه هي بالضبط راوي رواية سكرة. وقلت لك حتى في هناك هذا النوع من الشعر ومن الغناء من الغناء هو راوي يسموه.
مريخة بندراوي، قل لي بيت من راوي، يعني من هذا النوع من ما جاء عندنا بالعربي الرواة. يمكن الرواة. كل الشعر الجاهلي اللي سووه الرواة. هي راوي رواية، هذول كانوا راوي سكرانين، رواية، أيوة يعني كانوا سكر ناسي. سكرانين. مروي مروي أسكر أسكره، مرويانا مسكر، أيوة. راوز روازة، راوز رمية، راوز روازة ابتهجة، مثل باصخ بصاخة، خادغ دايا، راوز روازة. راوخ ريش واو خيط، راوخ رواخة، مروخ مروخ، وسعة رحبة، وهذا وأيضا اسم أحد الحركات رواخة، لأنه هي كواو بس رحبة، هي أو هي رواصة، هي مربوصة، لكن رواخة متسعة، أو راوخ رواخة، وسعة رحبة، مروخ مروخ، وسعة أرى رحبة، أراح أيضا، لا أراح أراح أيوة أراح أيضا، مروخ كومفورت. راخط رخاطة، راخط رخاطة، ركضة، راخط رخاطة، ركضة. مرخط مرخوطة، أركض أركضه، أركض الحصان، مرخط لسوسة، سوسة مرخط لسوسة، مرخط لها سوسة، ركض هذا الحصان. راخم رخامة، راخم رخامة، أحبة، الراء بالفتحة الطويلة، راخم وخيميم أحبة. أما الراخ رخم رخومة، راخم رخومة، راء بالفتحة القصيرة والخاء لذلك مشددة، رخم رخومة، رحمة ترحمة، ورخمة هي مراحم. شوف نحن ما عندنا رحمة واحد بالمفرد، دائما هي جمع، هي رخمة مراحم، يعني مراحم. فرخمة عندنا محب، المحب أو الصديق الودود، الصديق الودود، رخمة رخمة محب، من هذا الراء بالفتحة الطويلة، الراء بالفتحة القصيرة، رحمة ترحمة. رخب رخوبة، راخب رخوبة، رخب رخوبة، رأفة أشفقة، شوف راخم وراخب، راخب رحمة ورأفة، رخب. آلاها مرخمانة ومرخبانة، الله الرحيم الرحوم والرؤوف، بالضبط رخمانة ومرخبانة، مرخمانة ومرخبانة. راخق ريش خيط قوب، راخق رخاقة ابتعد، مرخق مرخوقة أبعد، أبعده من هذا المكان، راخق رخاقة، مرخق مرخوق. راخش راخش الخاشة، وفي أكثر أغلب الأوقات الريش تصمز، والخاشة راخش الخاشة، ما نقول خاشة خاشة، راخش الخاشة مشى. مرخش مرخوشة أجهضة، أجهضة يجهض، مرخش مرخشلة، بختة مرخشلة، المرأة أجهضت، راخش مرخش يعني جعل الجنين يمشي يروح. أيوة. راكب ركاوة، ركبة بالضبط بالعربي، راكب ركابة، راكب ركاوة. مركوتة هي مركبة، ممكن بالعبري مركبة، مركوتة ألاها ياتو على المركوتة دمالاخي، الله يجلس على مركبة الملائكة. مركي ومركوة أركب يركب، ركي وركوة
في حين إذا كانت الراء فتحة قصيرة والكاف تشدد، ركيو ركوي، ركب وألف أيضا، ركب الأشياء، تركيبات، تركيب كومبوز. شوف الإنجليزي كركو مو رايد، رايد ركب على ميك تو رايد أركب، لكن ركب يركب، ألف يؤلف. أوكي. راكخ ركاخة، راكخ ركاخة، لانا يلين، لهذا الكيخة يعني لين، ركيخة لين، ركيخة ملين، مركخ مركوخة لين يلين، المتعدي بتاعه. راكن عرامية الأصل، راكن ركانا، ركن استقر، بالعربي ركن يركن، استقر يستقر. راكن ركانا، مركن مركونة، أركنا جعله يستقر يركن. رامي ريش ميم ألب، رمية الأصل، مايا رمى، طرح مثل العربي، رامي رمايا رمى. رامز، وطبعا رامي رمايا لها المرادف اللي أكثر إحنا نستعمله بالآشوري، ما نستعمل كثير رامي رمايا، إنما أكثر نستعمل رابي ربا ربي ربوي. ربوية 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 رامي رمايا. رامز رمازة، رامز ريش ميم زين، رامز رمازة أرامي ونستعملها، رمازة رمزة أشارة ألهمة. شوف للإلهام الإلهي نحن نسميه رمزة ألهاية، رمزة إلهام، رمزة ألهاية، رامز رمزة أشارة ألهمة. رمرم رمرم أرامية، رمرومة علا بجلة، انظر أيضا رائم ومرم، رمرم رمرومة. شوخ ورمرامة، المجد والعلا لك يا رب، شوخ ورمرامة لشمخ خديشة، المجد والعلا لاسمك القدوس. رمرم رمرامة، رمرم رمرومة، بجلة علا. راني رنايا، راني أرامية، رنايا تفكر تبصر، رائي رآية، رائي رآية رعى، مرئي مرؤوية أرعى، أرعى الأغنام، رعى الأغنام، راعي الأغنام ترعى، ومرئي مرؤوية يرعيها الراعي، يرعي الأغنام. رائم رائم ريش عين ميم، رائم عربية، رعامة رعدة، وعدنا قرقم وقرقم، أكثر نحن نستعمل هذه الاثنين، قرقم أو قرقم. ورائم أيضا هي مستعملة بالكتابة خاصة، رعامة يعني رعدة. رائش رائش رآشة، استيقظ وعية، رائش. عدنا راغش حس أحس، أما رائش استيقظ وعي. مرئش مرؤوش، أيقظ وعى. رابي ربايا، رابي ربايا ارتخى، أيضا هناك رابخ، وانظر أيضا شنشل، شنشل. أوه راح كثير. أوكي شنشل، رابخ، رابر بايا ارتخى يرتخي. في حين رب إذا كان ريش هي فتحة قصيرة والباء مشددة وإلها الميم مرابي، ربوية مربوية رمى، هي أيضا مرادفة ل رام رامي. انظر
ايوه رامي رامي رابس ريش بسين رامية الأصل باسا رفسة ركلة بالعربي رفسة رابس رابب ريش بي الباب الباب رابب ربابا ومضى رفع لذلك ربابا أيضا استعمل معناه لحظة ثانية الثانية خار بابا يعني ثانية واحدة خار بابا ربابا ومضى رفع رابب ربابا راقد راقد رقادة رقصة مرقد مرقودة أرقصة يرقص يرقص الدببة مرقد مرقودة مرقدان الدبة كان في قبل يقول يقال في 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 الجبال في القرى كان في ناس عندهم دب ماسكين من صغير هذه والسعودي كان كان يطوفون بال كان يحكون هذا الشياب قبل كانوا يطوفون بالقرى مع هذا الدب ويغنوا له الدب يقولوا له الدب يرقص فيرقصون الدب وكان بهالطريقة يجمعون فلوس يشحدون يأخذون فلوس وغراض من يشحدون من الناس هذه كان 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 مهنة مهنة كان أكثرية الأكراد كان يقال الأكراد كان يمارسوها كثير وقسم من الأكراد عشيرة من الأكراد كان مشهورة بهذه المهنة ترقيص الدببة يرقصون الدببة مثل الغجر الغجر يرقصون هي عشيرة أو قسم من الأكراد رقرق رقروق رقق يرقق رقرق رقروق رقق إشبه العربي رقرق رقروق ورقراق في حين رقراق معناه سراب سراب رقراق راشي رامية الأصل الشاية رشا رشوة 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 راش رشاية رشا يرشي يبرطل يعطي رشوة يعني اللي يكتبها أيضا برطلة موجودة بالعربي ما برطلة نعم اكتبها برطلة راشم رشامة ريشين ميم راشم رشامة عينة وسمة راشم رشام شو مو رسمة إنما وسمة عينة مرشم مرشومة أرسمة وسمة بس أرسمة يعني ما يرسم رسم وإنما يعين واحد يرسمه مثلا رسموا شماس أو رسموا قس يعني عينوه وسموه بهذه الوسمة فرشمة هي وسمة رشمة العم رشمة عمادة وسمة العماد أو هذه عندنا رش عندنا هي أيضا رشمة هي رتبة تسبق العماد رشمة راشم أبونا إحنا بنقول رسمة أيضا رسمة شو اسمه أيوة كهنوت أيوة كهنوت رسمة رسم بالضبط مأخوذة من هون مو هي معربة من السريانية الآرامية مرشومة رشمة 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 الوسم بس بالعربي هي وسم أكثر لا ما منقول على رأس وسم أبونا وسمه رسمه رسمه أرسمه رسمه أوكي عينه ورسمه أوكي. أظن هيك يعني أنا هيك مع عمري ما سمعت وسمه بس الوسم شنو الوسم ما بعرف الوسم الوسم عنده وسم يعني عنده علامة معينة وسم أها 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 ما بعرف بالتمام بس أوكي. إحنا بنقول الرسامة الكهنوتية نعم إحنا نقول رش رشملة قمرة شملة رشملة قاشة قشيشة شماشة شماس بس وأيضا للتعيين تعيين الرسمي بالدولة يعني رشملة رش الشملة مثلاً رش عينوا وزير عينوا هذه عينوا شما رش الراتم ريش تاو ميم رتامة راتم رتامة لفظة يلفظه يعني اللفظ من يلفظ واحد
رتمة، رتمة هو اللفظ، وأيضا هو رتم بالموسيقى، والرتم الإيقاع، الإيقاع الموسيقي هو رتم الموسيقي، رتمة رتمة، ممكن جاية من هو ماخذين الرتم، راتم رتامة. رترت رتروتي، رترت رتروتي، ارتجف ارتعد، انظر راقد، شفنا راقد يرتجف، رترت يعني هيك يرتجف بقوة، يعني جدا رجفة كبيرة، يعني رعدة يرتعد. أيوة أوكي أوكي انتهى الحرف الريش، نبدأ بحرف الشين. شين، شائخ، شياخة، اندهش، احتارة، شخلي، يعني اندهش، احتاريت أنا شو أعمل، شخلي، شائخ، شياخة، مشيخ، مشيوخ، أدهش، حير، حيرني، مشيخني، حيرني، شائط، رمية الأصل، شياطة، أهان، احتقر، شيطة، محتقر، وشيطة أيضا ساذج، بشيطة بالباء شين، بشيطة يعني بسيط، أما شيطة فهو ساذج، فأكثر شائط يعني ساذجه، في عربي سذج، هي مو أهانة. نعم نعم موجود. احتقر، سذج، ما بعرف يعني، سذج، يلا سذج، ايه سذج هي اكثر اصح، سذج، شاء وشاءت، وشيطه مثل ما قلت لك يعني شو اسمه ساذج، الحين بشيطه بسيط، يعني بشيطه هي يعني ايجابيه، اما شيطه فشويه سلبيه هي. شائم، شيامة، شائم، شين، ألف، ميم، شيام، شيامة، تشاءم، تعس، صار شائم، صار تعيس، شائب، تعيس، تعاشى أيضا، تعيشة، أكو تعيشة أيضا، تعيس، تعش، تعاشى، شائب، شيابة، شين، ألف، شيابة، شائب، شيابة، مسح، محا، مسح مو بالدهن، مسيح، مسح، هذاك ماشخ يدهن، ماشخ، ما مسح، محا، انظر ماشي، ماشي، شائب، ماشي، محا، شائر، شيارة، شائر، شيارة، أضرم، أوقد، هنا أوقد، أما ياقد فهي احترق، أما أوقد، أوقد، يوقد، شائر، شيارة، شر، شر تنورة، أوقد التنور أو الأضرمة، شاوي، شين، باء، ربما أبونا من هون جاك كلمة شرارة، يمكن شرارة، شاعر، شرارة، شرارة، شيارة، أضرمة، أوقد، أيوة، شاوي، شين، باء ملينة وأليف شوية، سبا، يزبي، شابش، بايع، يعني سبا، 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 أسهل، كابتيفيت، شبخ، شبوخة، مشابخ، مشابوخة، سبح، مجد، شبخ، شبوخة، شوخة هي المجد، شوخة، شوخة تنكتب هي شبخة، حتى إخواننا السريان طبعا يقول شبحوا، فنحن الوا نسويها واو، لينها الباء فتصير شوخة مو شبحة، شبحة، شوخة، أيوة، شبخ، شابوخة، سبح، مجد، شبل، رمية الأصل، شبولة، هدى، قادة، أرشدة، مشابل، مشابولة، شو يعني قاده سبيل، يعني أراه السبيل، شبل، شويلة أو جبيلة هو السبيل، وشبل شبولة قاد أرشد، يعني أراه السبيل، شوف له الطريق، شو سبيل الطريق، مشابل، مشابولة طبعا هي تلطيفة، هذا بالميم المصدر، الميم، شابل، مشابل، بدل ما نشددها نلطفها، أوكي، شاوق، شواقة، شاوق، شين، الباء الملينة والقاف، شواقة،
ترك عفا أيضا يعفي شقلا خوبين وخطاهين، نقول بالأبان الذي اترك أو اترك أو احفي أو اخفر لنا خطايانا. شوق شوق شاوق شوق. عندنا أيضا باخل سينونيم له ومرادف. شاغش شين غمل شين شغاشة شاغش غاشة اضطربة مشغش مشغوشة مشغوشة شوشة أقلقة. يا مشغش شغيشة اليم المضطرب والبحر المضطرب. يا مشغيشة شادة شين دلت ألب شادة اشدايا ندفة نفشة ندف الشعر أو نفشه صار منفوش نفش. أنا بقول نتفة أبونا مش ندفة. يعني لما النداف عندنا كان في مهنة الندافين كان يندفون الصوف. إيه ما أعرفهاش. نداف بلي ندفة يندفون. أنا بقول نتفة بالتاء. نتف شيء آخر يمكن. أي بجوز نفش أيوة خلي خلي خلي. ندف شيء نف نت نتف شيء آخر ندف. فمهنة الندافين أتذكر كثير نحن كركوك عندنا وأكثرهم كانوا التركمان هذول شغلهم كان ندافين كان عندهم دكاكين أيضا ويروح واحد ممكن يجيب للبيت يجي عنده فد شيء آلة هسه ما أقدر أصورها وهذا يضرب الصوف اللي صوف للأفرشة كانت الأفرشة بتاعتنا أكثرها من الصوف قبل الصوف لأنه مو ما يتكعكل مثل القطن فأكثر أطيب النوم علينا إحنا كان كلها فراشنا من الصوف قبل فلما كان بين فترة فترة كل كم سنة يجي النداف يندفه وأيضا القطن كذلك يندفوه ندف بعدين طلعت آلات آلة في كان في قلوب الكهرباء تندف لها. اوكي شاد شدايا شادل شدا شادول شدل شين فتحه قصيره دال مكرره شدل شدوله مشادل مشادوله الها اغوى خاصه الطفل لما يقول شادل يعني طفل لما يبكي يقول شادل يعني خليه هيك يعني الهي 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 وايضا تجي بمعنى اغوى قم شادل يعني أغواه شد شدونة مشاد مشادونة جنة تخبلة شيدة هو الجن الجن شد شدونة جنة تخبلة شيدة الجن شدر 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 مشا شدورة مشادر تخفيفة مشادر مشادورة أرسل بعثة شادر بالأرامي أيضا عندهم شلخ شالخ لهذا تجي منها شليخة والرسول رسول شليخة يعني المرسل نحن ما نستعملها بالآشوري نستعمل شادر شادور مشدرة يعني المرسل مشدرة شهوة شهوتي يمكن من عربي مأخوذة شهوة شهوتي اشتهى شهوة اشتهى شهوتي وعدنا أيضا رغرغ رغرغ رغراغة رغيغة مشتهى رغيغة هاي رغيغة مشتهى شوتة شوتة رغيغة أوكي شاهر شهارة شاهر شهارة سهرة شاهر شارة سهر يسر شاوي شوفوا عندنا قلنا شاوي بالباء الملينة معناه يزبي أما شاوي شوي مشوية شاوي شا شين بالفتحة القصيرة والواو بالواو واو المكررة شوي شوية مشاوي مشاوية سوى فرشة سوى الأرض أو فرشة شيء فرشة فراش هو شويتا شويتا يعني المفروشة شويتا هو اسم المفعول
لشوي هذا شوي شوي شويتة شوي شوية شوية شويتة هذا مفروشة. شاور شين واو ريش شاور شوارة قفزة طفرة شوتب شوتوبة نقنبات نسميه شاور داوق يعني يقفز ويمسك اسم النبات هيك عنده ثمر بتاعه لما يبس عنده أشواك هيك ينفتح لما واحد يطخ بي يلتصق بالملابس الناس يكون كثير منه بالبرية فنسمي شاور داوق لأنه على أساس يقفز ويمسك بالملابس الإنسان شاور شوارة قفزة شوتب شوتوبة هنا أيضا خطيئة كبيرة بأنه هذا الرباعي خليته بالله عجيب ليش ما أعرف شوتب شوتوبة اشترك اقترنا شوتب شوتوبة وعدنا نستعمل أكثر بالهذه بالكلام شرك شرك مشارك شوف يجي هل الكتابة الخط الآخر لما واحد يستعمل ما أوكي شوتب شوتوبة اشترك اقترنا وانظر أيضا شرك مشارك شخلب شخلوبة شخلب شخلوبة بدل غيره انظر أيضا خالب مخلب خلفة شخلب مخلب خالب و أوكي أبونا احنا بنقول تشقلب تشقلب هذاك أي شقلب إيه شقلب يعني يقلب على حاله يقلب على حاله نعم شاخم شين خي خيت ميم أرامية شخامة ابتذل رخصة وصار عادي يعني حتى تستعمل للبروفان بي بروفان بروفين بروفانو يعني شخيمة فعدنا نحن بالكنيسة منذ قديم الزمان طبعا هاي مكان نسميه شخيمة اللي يقف هناك الرئيس الكهنة بالصلاة أو رئيس الصلاة الإمام اللي يأم الصلوات عندنا طبعا بالكنيسة الفرقتين دائما اليمين القدماية وذخراية نسميه المقدم والمؤخر اثنين مكانين يمين ويسار فاللي يقف أمام شخمتة هناك شخمتة هي معناه مكان اللي كان فيه سابقا يحطون ذخيرة القديسين داخلها يبنوها بناء داخلها يحطون ذخيرة من ذخائر القديسين القديس خاصة اللي كان كنيسة على اسمه فيكون شخمتة يسموها شاخم يعني مكان مو مقدس كثير مو مقدس مو مثل المذبح مقدس هو ولكن هذه شخمتة يسموها شاخم شخامة يعني ابتذل أو صار عادي يعني رخص أنا كذبت رخصة بس ما تجي معنى رخصة ابتذل مبتذل يعني مكان عادي عادية مشخم مشخومة رخص جعله مبتذل جعله بروفان يكون مشخم جعله مبتذل أو عادي
أو اعتياد، جعله اعتياديا. خليك هون اعتيادي، بس جبالي هذا التعبير اعتيادي شاخم، هو عكس المقدس هذا شخيمة. شاخن شخانة، في حين نون شاخن شخانة سخنة حمية، يشبه العربي. مشخن مشخونة سخنة أحمى، المتعدي. شاخق شين خيط قوب، شاخق شخاقة غمة انسحقة. شاخر شين خيط ريش شخارة تسخمة ذلة، شخيرة يعني ذليل أو سخ مسخوم مسخم. أنت شبيك مسخم وجهك يقولوا بالعراقي سخام براسك، سخام بوجهك، أي سخام، سخام شخيرة شخرة. شخرة هو السخام أو الـ أو الـ أو الفحم، فحم تفحمة. أي شخرة شاخر يعني سخمة أو تفحمة. مشخر مشخورة سخمة أذلة. شخر شخرون أيضا سخمة ذلة، نفس الشاخر أو شخر. شخت شختون وسخة، انظر لكن أيضا لكن لكون. شخت شختون. شاطئ شين طاء أليف رمية أيضا، شطايا زاغة مرقة. شوف شائط قلنا ساذج، يصير ساذج. أما شاطئ هي زاغة مرقة، مارق مرقة، صار مارقا، فرفرت زائق مارق. شاطش طاية شاطخ، في حين شين طاء خاء عفوا، شاطخ شطاخة تمدد تسطح. شوف تشبه السطح استسطح، شاطخ شطاخة تمدد تسطح. مشطخ مشطوخة مدد صرع صرعه. شوف شو هي مشكلته هون، صح. كنوك داون، ليش كنوك داون؟ كنوك داون لازم كنو كنوك داون. المهم بعدين انجليزي شوف. شاطب في شين طاء ب ارامية ايضا شطابة، شطف رحضة، انظر بربي عندنا ايضا بربي بربوي. شين شين يود نون، شين شين فتحة قصيرة يود مكررة، شين شيونة، ومشاين مشاين تلطيفها بالميم. أمنا هدأ، انظر أيضا شنن شنونة شنن شين. شينا هو الأمان، شينا وشلامة، الأمان والسلام دائما نستعملها بشينا وبشلامة. واحد لما يجي يقول شلامة لوخن يعني السلام لكم، شلامة لوخن، اللي يجاوبون يقول بشينا وبشلامة يعني بالأمان وبالسلام يعني أتيت بشينا وبشلامة. أوكي، مشاين مشايونة هو تلطيفها. شاكي رمي شكايا شكا تظلمة. بالعربي أيضا نفس الشكل. شكك شكوك مشاكك مشاكوك عفوا، شكا شككا مثل العربي، هي ممكن نفس الشيء. شكلك شين كاف لام كاف، شكلك شكلوك، خياطة راخية يعني لما واحد لما الخياط، انت طبعا تعرف هاي كثير لان عندك خياط، لما بالبدايه بالابره والخيط هيك يخيط هذه قبل بدون ما يضربوا على الماكينه، قبل الماكينه هيك، هذه شكلوك ولا شكلكه، اي شكله او يشكل يمكن بالعربي. الخياطه الراخيه هذه هيك بالابره والخيط الكبيره،
هذه كم شكلك لي شكلوك شكلك شكلوك. بعدين عندنا شاكن شكانا، شاكن شكانا مشكن مشكونة سكنة، ومشكن أسكن آوى، شكن شكونة ومشاكن شكون التطيفة يعني أهدى وهبة. شوف شاكن سكنة، شكن أهدى وهبة، وشكانة هي هدية أو الهبة. أوكي. شاكر نقرأها عجمية عربي، شكارة شكرة حمدة في عربية الأصل استعملها بالعشوري، شاكر شكارة شكرة. شالي شين لمد ألب، شال شلاية هدأ سكن أيضا سكون، السكون والهدوء. شليت شليا شليا هو وش شليا شليا ودخلت في الطقس في رتبة القداس قول بشليا ودخلت هويتون قيمين ومصلين شلام عمان، يعني بالسكوت بالسكون والهدوء تقوموا وصلوا السلام معنا. شال شلايا مشل مشلوية هدأ أخمد سكن. أكثر سكن أنا أخمد. سكن. عندنا مرادف شلل، شال شلل شلولة. شالق شين لمد جمل، شالق شلاقة شلعة قلعة. انظر ناتشل أيضا عندنا ناتشل شالق شلع قلع. شالخ في حين شالخ شلاخة نزع شلحة. مشلخ مشلوخة نزع جرد. وحتى لما واحد إنسان يقع في أيدي هذه يسلبوه والقمشلخيلة يعني يشلحوه من أواعي كلها. فشالخ شلاخة. في حين بالآرامي شلخ معناها نزع ولكن معناها أيضا أرسلة، فمنها تجي مثل ما قلت شليخة. أوكي. مشلخ مشلوخة نزع جردة. أوكي. شلطن شين لمت طيت نون شلطونة تسلط استولى. شلطن شلطونة منها تجي شلطانة السلطان، شلطانة والسلطان والسلطانة لا هو السلطة، شليطة هو السلطان، شلطانة هو السلطة من شلطن شلطونة. شلطانة هو اسم الفاعل، نوع من اسم الفاعل أيضا، اسم الفعل ولو شلطونة هو اسم الفعل لكن شلطانة أيضا هو اسم فعل على الطريقة القديمة. أوكي. شلل شلولة، شلل شلولة، شال شلل مرادفات، شلل شلولة هدأ سكنة. انظر شال. شالم شلامة، شالم شلامة رضخ انتهى. شالم شلامة وشلامة أيضا هو السلام، السلام يكون لما واحد يرضخ يسكن يرضى وانتهى رضخ انتهى. أيضا انتهى شلم شلملة يعني انتهى، شلم الكتابة انتهى الكتاب، شلم لفيلم يعني انتهى الفيلم. مشلم مشلومة في حين مشلم مشلومة أسلم استسلم، أسلم أسلم لما واحد يأسلم يصير مسلم قول مشلم له، مشلم له من مشلم مشلومة أسلم. شلم شلومة مشالم مشالومة سلم حيا أودع. شلم شلومة سلم حيا أودع. مشالم مشالومة هو تلطيفة بالمصدر الميمي مشالم شلومة. شو أبونا أودع؟ يعني سلمه شيء سلم. أيوة 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 تجي بهالمعاني كلها.
شالب شلابة انتزع انقلع. انظر شالق شلا ناتشل أيضا شالب شلابة شالق ناتشل شالب هي مرادفات. شالب شلابة انتزع انقلع. مشلب مشلوبة نتشا قلعة. هنا نتشا نتشا قلعة. شالق شلاقة سلقة يسلق. شالق شين لمت لمت قوب شالق سلق. شامط شين ميم طاء طيت. شماطة كسرة. انظر أيضا تاور تاور بالباء الملينة. بالآرامية يقول ثبر ثبر التاو عليها بالآرامي التاو عليها فتحة قصيرة والباء مكرر مضاعفة. ودائما الحرف هذا اللي ممكن أن يقسى ويلين لما يكون مضاع مشدد لا يكون قاسي يقسى مو يلين. إذا كان قبله شبهة تاور نلينها لأنه قبلها فتحة طويلة تاور ممكن لينا. أما بالأرامي ثبر ثبر يعني كسرة ثبر ماكو بالقرآن يكون ثبر موجود ثبر موجود نعم أيوة نعم. يعني كسرة ثبر أيوة. أي أرامية. شامن شامن شمانة شين ميم نون شمانة. سمنة خصبة خصبة. أرعى شمنتا يعني أرض خصبة أرض سمينة مسمنة يعني بها سمن سمنة. شامن شمانة أيضا سمين شمينة سمين أيضا. وطريصة أيضا نحن نستعمل طريصة بالطاء راسين طريصة أيضا يعني سمين. شامع شين ميم عين شامع شماء سمعة في العربي يسمع شمعة شمعة سمعة شمعة شمعة. شمر أرامية أيضا شمر شمورة شمرة رشقة مشامر مشامورة تلطيفها. انظر ربه ربه يرمي يعني يرشق يرشق على الأكثر. شمرة شمرة عن ساعديه شمرة شمرة شمرة. يشمر 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 نحن استعملوها العراقيين العرب. يشمر اشمر لي هاي اشمر لي هاي الشكوج او اشمر لي المطرقة يعني ذبه يذبه يشمرها يرميه ارمي ارميها ارمي لي اياها. شمر شمره شمر لي مشامر مشامور. شمش شاموشه مشامش مشاموشه خدمه عبده. ومن هذه تجي الشماس شماشه شمش شموشه شماشه مشامش مشاموشه مشمشانه لأنه هو الخادم خادم الرتب الكنسية هي رتبة أيضا من يعني منصب من مناصب الكنسية أو الدرجة من درجات الكهنوتية. شان شنايا شين نون أليف شين فتحة طويلة. شان شنايا أغمي عليه شنيلي يعني أغمي عليه فلان شنيلي يعني أغمي عليه. في حين شن شانويه وتلطيفه بالميم شان شانويه انتقل رحل. شوف حتى الشان شنايه يعني هو انتقل من الوعي الى اللاوعي بس هي لها الخاص فعل شان شنايه. في حين شن شانويه انتقل رحل. شونيل من دن خيه يعني انتقل من هذه الحياه لما توفى ايضا واحد يقول بدل ما نقول مات وهذه نستعمل كلام أكثر لطيف. شنيل من خي زونا ناي الخي أبدي ناي أو ألمي ناي يعني انتقل من الحياة الزمنية إلى الحياة الأبدية. شاني شنوي شانز شنازة شذة زاغة. شانز شنازة يعني طلع عن القاعدة. شانز شنازة العرق بالقرآن نشزة نشزة هو شنزة شنازة أيوة طلب الأحرف أيوة نشاز نشاز شناز شنز أيوة. شنن شنونة
والطمأنة أم آمنة هي مرادف للشين، شيون مثلنا أمان، شن شنون، طمأنة أم أمنة أمنة، مشان مشانون مشانون. أوكي. شانق رمية وشناقة كابد قاس وشنق أيضا، شنقة شنقة شانق شناقة كابد قاس شنقة. شنشل شنشولة، شين نون شين لام، شنشل شنشولة ارتخى هملة، انظر رابي ورابخ هملة، صار هامل صار راخي. شائش آية مش مشؤوي، شائش آية لصقة، مش مشؤوي المتعدي ألصق. شعبة شعبودة، شين عين ب باء دال أرامية طبعا. شعبة شعبودة استعبد، شعبادة استعباد. شائل شآلة سعلة يسعد، شائل شآلة. شوف فقط السين والشين تختلف من العربي، شائل شآلة. شائش شآشة هزة، هزة يهز، شائش آشة. شابر شبارة شابي شبايا، شين باء يليف أرامية الأصل، شبايا زحفة يزحف، شبايا مشبيانة هم الزواحف الحيوانات اللي تزحف، شاب شبايا. شابخ شباخة، شابخ شين باء الكاف الملينة، شابخ شباخة، شباخ فاضة فاضة يفيض، مشبخ مشبوخة أفاضة. مش أرامي بالأرامي شابع، شابخ شباخة فاضة، مشبخ مشبوخة مشبخ روخخ الله أفض روحك علينا. شابل شبالة، شابل شين لام شبالة، انشل أصبح مقعدا، مشبل مشبولة شل أقعد. في حين شبل شبولة، مشابل مشابول شبل، شوف شابل وشبل سفلة انحطة، شبل شبلة السفالة شبلة. أوكي. شبلب شبلوبي، شبلب شبلوبي توسل تضرع، انظر نوني وبربل أيضا مرادفات شبلب. شابن شين بي نون أرامية أيضا، شبانة جرفة طمة طمة، انظر قارب أيضا غرفة قارب شابن شبانة. شكم شابن يعني شرفة فضمرة طم راح ما بقى شابن. شابر شين بي را ريش شبارة، حسنة جملة، مشبر مشبورة جاملة داهنة، مشبرانة هذا مجامل مداهن، مشبرانة لا هاوت مشبرانة لا تكن مداهنا، فلتر بالانجليزي. اي جود. اوكي. مشبر شاب مشبر شبرن يمكن جود بالدبل او دبل او اوكي خليها الإنجليزي خليه. طرف شبرن شبروني، شابر شبارة، حسنة جملة، مشبر مشبور جاملة دهنة، شبرن شبروني جملة نمقة، انظر أيضا ساقل مساقل جملة نمقة. شب 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 شوبي،
شب شب شين با شين با شب شوب دلكة. شوف الأردنيين كنا نسمع هاي الشب شب يسموه للنعال تكرم شب 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 شب. ليش؟ لأنه يشب شب على القاع، يدلك يدلك على القاع، يمسح من القاع. شب 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 شوب دلكة. نعم نعم. شاقل شقالة أخذ، شاقل شقالة أخذ يأخذ. شقلق شقلوق انكوى انصلى، شقلق شقلق لي، شقلق لي يعني انصليت انكويت. شاقر أرامية الأصل شقارة غش غدرة، شاقر شقرة هو الغش والغدر شقرة. يمكن الشقيري شقير شقير جاية من هناك، شاقر شقرة شقير الغدار الصغير. شارة شين راء أليف، شارة شرايا حل فك سرحة، شارة شرايا حلو اسمي. في حين شرم شاروي، مشارم شاروي بالشين فتح القصيرة والراء المكررة، بدأ شرع يشرع يعني يبدأ بالعمل بالشيء بدأ. شارز شرازة، شارز شرازة فتق فكك. شارخ شين راء خي خيت شراخة انفلت توحش، يعني واحد منفلت متسيب اشتواه متوحش شريخة وحش يعني شريخة يعني متوحش. شارط شراطة زلق أفلتة، انظر أيضا جارت شارط وجارت. شار شرط شروطة مشارط مشاروطة اشترطة، شوف شارط شراطة زلق أفلتة مشرط شروطة اشترطة. شارس شارس أرامية الأصل شراسة دب زحفة، دب زحفة شرس. مشرس مشروس أفرخ جعله يدب، لما نفرخ مثلا الفراخ الكثيرة تصير مثلا الضفدع والعقرب والهاي اللي تفرخ كثير، فنقول يقول شرسلة شرسلة بقة شرسلة يعني أفرغت أفرخت الضفدع، ضفدع وأفرخة شرسلة شرسة هو الدبيب هذا الكثير. شرق شرقوي، شرق شرقوي فرقع صدقة صدعة شرق، يمكن الشرق عربي جاي من هون لأنه يشرق الشمس فرقع يغاي شرق النور. شرق شرقوي بس نحن ما نستعمل المشرق، نحن عندنا مدنخ مدنخة مدنخة. شرق شرقوي فرقع صار صدعة. شرر شرورة مشارر مشارورة أكد صادق على صادق. شرر شرورة شرارة تجي من هون شرارة يعني الحقيقة شرارة آني وشرارة أرخى وشرارة وخي قال المسيح. إننا أرخى وشرارة وخي، أنا هو الطريق والحق والحياة، شرارة الحق شاريروتا الحقيقة، شرارة وشاريروتا حق والحقيقة. مشارر مشارورة أشر هو حقق أشر، لهذا يقول بالبشتة يقول لمن قال الله لموسى قال أنا هو الذي هو، إن أنا أشارة هي أهية، قال إذا سألوك اسمي يقول أشارة هي أهية، أنا هو الذي هو في الحقيقة أشارة هي أهية. شرش شرشوي، شرش شرشوي كلا تعبة، يجي منا شرشور شرشر شرشر يشرشر هيك كل يتعب.
شرشة شرشيات، هل أنت تعبان؟ قليل. شرشط شرشوطي، شرشط شرشوطي، تدلى تهاوى. شرشطة يعني متدلي. يقول هو أنت جبيك بنطلونك مشرشط يعني متدلي الدلة. شرشر شرشورة، شرشر شرشورة، سالة خرة، خرير المياه، خر الماء، سال الماء، سال يسير، شرشر شرشور. شرتخ شرتوخة، شرتخ شرتخ شرتوخة، شي بعيدش عجيب غريب. شرتخ شرتوخة، وفر أفرط. شرتخ شرتاخة، شرتاخة مازونا بالآرامي أيضا، يعني وفرة القوت أو الطعام. شرتاخة مازونا، يا ماريا هلا شرتاخة مازونا، أيها الرب أعطينا وفرة القوت الزاد. شرتاخة مازونا، وفر أفرطة. شاتي شين تاو ألب، شتايا شات شتايا، شربة. مشتي مشتوي، سقى روى. شتئس شتؤوس، أسس. شتئس شتؤوس، أسس. شاتل شتالة، غرس شتلة، في العربي شتلة، شاتل شتالة، غرس شتلة. شاتق اشتاق، شاتق شين تاوقوب، اشتاق سكت صمت. مشتق مشتوق، اسكت اصمت. في باقينا الحرف الاخير، خلينا نخلصه حتى ننهي اليوم، بقى عندنا وقت. ما عندنا وقت، عندنا وقت، خلينا نخلص. اي نسرع شويه، في كثير افعال، ما كثير كثير، بس شويه نستعجل. يلا تائك. أو أبونا نعمل حلقة ثانية، خلينا فيها نقطع دقيقتين وتكمل. ما كثيرة، ما كثيرة، شوفي آلاف من بالحالة هاي. أوكي، نعمل حلقة أخرى. يلا أوكي، نوقف دقيقة واحدة. ها، دقيقة واحدة، يلا دقيقة واحدة، خليك تسريع شوي.